والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم أيها الأخوة الحضور، أحييكم جميعا، أحيي مشايخنا الكرام، وأحيي أخواتنا وأهلنا، أحيي هذا الشباب المتفاعل مع مرشحي حزب السيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد اليوم بوجودي بين أهلي وعزوتي، أهل الأنبار، أهل الرجال، محافظة الرجال الشجعان والنساء الماجدات، محافظة الشباب الواعي المتحمس والمثابر لبناء البلد. في هذه المحافظة العزيزة مرت عليها ظروف قاسية في الفترات الماضية منذ الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق وما تبعه من طائفية سياسية سادت في فترة من الفترات، إلى أن حل بنا تنظيم القاعدة الإرهابي الذي عاث في الأرض الفساد، ثم عولجت المشاكل التي مر بها البلد بالحلول الأمنية فقط دون الذهاب إلى حلول سياسية تساوي بين العراقيين بالحقوق والواجبات. وهذا الخلل أدى مرة أخرى إلى غضب جماهيري عارم يطالب بالحقوق ويدافع عن المظلومين، ثم حل تنظيم داعش الإرهابي، هذا التنظيم الذي عاث في الأرض الفساد مرة أخرى وهلك الحرث والنسل ودمر ما دمر في هذه المحافظة وفي محافظاتنا الأخرى المحررة أكثر ما دمر عند الآخرين، وقتل النخب العلمية والدينية والعشائرية والثقافية. أراد أن يسود الجهل والخراب والدمار في هذه المحافظة العزيزة، إلى أن استعاد أهلها مرة أخرى ورجعوا إلى ديارهم معززين مكرمين ليزول هذا الهم وهذا الزبد ولكي يمكث في الأرض أهلها الصالحين. ولكن وبعد التحرير كانت هناك أياما أخرى عصيبة على هذه المحافظة، ودخلت مجموعات مسلحة مرة باسم الميليشيات ومرة بأسماء أخرى تحت ستار الدولة، وقتلت من أهل العراق ومن أهل المحافظة، وأكملت مخطط داعش بحرق البيوت ونهب الثروات، واعتقل الآلاف من الأبرياء الذين كانوا أسرى عند هذا التنظيم، وأخذت الاعترافات منهم بالإكراه وبالتعذيب وبقانون المخبر السري سيء الصيت، وغيب الآلاف من الأبرياء من ذويهم وعوائلهم دون أي وجه حق، ظلماً وعدواناً. وهجر عن عدد غير قليل من المدن
أهلها الأصلاء ولم يسمح بعودتهم إلى الآن من جرف الصخر إلى العوجة ومناطق أخرى ومدن أخرى. واستغل بعض الطارئين في غفلة من الزمن ليصعدوا مواقع لا يستحقونها في قيادة المحافظات، وعاثوا في الأرض الفساد. وأصبح الخلل واضحاً في بغداد في تمثيل المكونات في أجهزة الدولة الأمنية والإدارية والاقتصادية. ولذلك إخواني وأخواتي، نحن في مشروع السيادة، أنا وإخواني لسنا طلاب مناصب ومغانم، ولكن طلاب حقوق، حقوق الجماهير التي تناساها الآخرين ولم يذكروها حتى بينهم وبين عوائلهم، وكنا الجهة الوحيدة ونتشرف في ذلك بأن بقى صوتنا قوياً مدافعاً عن الحق عن الناس ومطالباً بالحقوق. وحين كان الآخرين يتسكعون في عواصم العالم، كنا مع أهلنا في المخيمات النزوح وبلا منا نداوي المرضى وندرس الأطفال والطلبة، ونبتعث المئات من الخريجين إلى الخارج، ونقوم بفرق إغاثية اعترفت بها حتى الأمم المتحدة وبعملها الرائع والواسع في كل المناطق. ولذلك هذه المرة إخواني وأخواتي، ليس لدينا عذر إن أردنا أن نغير الحال، وإن أردنا أن نستخدم ثرواتنا بطريقة تسمح وتستوعب كل العاطلين عن العمل. يجب أن نقدم هذه الكوكبة التي اخترناها بتأني من الشرفاء، من أهل الخبرة، من أهل السمعة الطيبة، من أهل النزاهة، من العوائل الكريمة والمعروفة مثل الشيخ أكرم وأخوانه وأخواته. ولذلك أخواني، نحن في بغداد، أنا وأخي الشيخ عادل، ما قربنا من بعض إلا القضية، إلا الحقوق، إلا الدفاع عنكم، وسنستمر بذلك، وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية. فنحن في السيادة، نحن المدافعين عن الهوية والمدافعين عن العقيدة والملتزمين بالحقوق وبالقيم العربية الأصيلة. ولذلك أقول لكم وبكل ثقة، نحن من يمتلك الرؤية في تطوير المحافظات وفي استخدام الثروات استخداماً علمياً مهنياً مدروساً وفق رؤية اقتصادية تساعد على سرعة حركة الدورة الاقتصادية. ونحن من نعرف ولدينا تجارب مشهودة، أنتم تعلمونها في كردستان وفي غيره أيام النزوح، في التعليم وفي الصحة وفي استخدام الأموال بطريقة تنفع الناس. فهي رؤية متكاملة، وهي رافعة ترفع كل المجالات. فلا يجب أن تستخدم الأموال في تبنيط الشوارع دون وجود مصانع إنتاجية تستوعب العمال، ولا يجب أن تكون لدينا مصانع
قوية دون وجود جامعات ومدارس تستخدم الطرق العلمية الحديثة في تخريج الخبراء حتى يشغلوا هذه المصانع. ولا يجب أن نذهب إلى المحولات بالابتزاز أيام الانتخابات دون وجود خطة لتكون لدينا طاقة مستدامة وفق الاختراعات العلمية الحديثة تساعد على التنمية الحقيقية في المحافظة. نحن وبفخر من نمتلك هذه الرؤية ولدينا تجارب في ذلك. ولذلك إخواني وأخواتي، اليوم نقول ومن خلال هذا الجمع المبارك أننا نريد الاستقرار لهذا البلد، ونريد النماء والرخاء والأمن والتقدم، ونفتخر بكل عمل يقوم به أي مكون أو شخص من هذا البلد. ولذلك كلنا فخر بما يقوم به دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، وهو رجل دولة من طراز فريد يريد أن يبني بلداً خالياً من الطائفية، ونثق في نواياه. ورؤيته في بناء علاقات إقليمية والانفتاح على الدول العربية والإسلامية والدولية حققت نجاحات باهرة في وقت قياسي. والكلمة التي ألقاها في القاهرة دفاعاً عن فلسطين أعادت للعراق هيبته وقوته وإعجاب العالم به. وأحيي من هذا المنبر كل القوى السياسية العراقية التي وقفت وقفة مشرفة دفاعاً عن فلسطين، دفاعاً عن غزة في وجه هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي قتل في هذا اليوم أكثر من 200 بريء من أهل غزة الأبرياء المظلومين بآلته الحربية وبمساعدة قوى الشر الإمبريالي. ولكن وفي القلب غصة أقول لإخواني وبنوايا صادقة، إن أردنا أن نستعيد دور العراق القوي علينا أن نطبق العدالة الاجتماعية بطريقة متساوية ليتساوى العراقيون بالحقوق والواجبات. فلا يجوز أن نستنكر الظلم الصهيوني ولا زال الظلم في بلادنا، ولا يجوز أن نستنكر التهجير على أهل غزة وفلسطين ولا زال مهجر واحد خارج مدينته، ولا يجوز أن تكون أصواتنا عالية في الدفاع عن السجناء الأبرياء المدافعين والمطالبين بالحقوق من أهل فلسطين ولا زال الأبرياء خلف القضبان. ولذلك هذا الكلام الذي أقوله الآن يعلم إخواني أني في كل اللقاءات السياسية أطالب بهذه الحقوق، وبعد إصرار ومتابعة وبجهد من الأخ دولة رئيس الوزراء قطعنا الشوط الأهم بأن صوت مجلس الوزراء على قانون على تعديلات قانون العفو العام، والآن حولت إلى البرلمان، وإن شاء الله في قادم الأيام على الرئاسة الجديدة إن شاء الله يكون هذا الملف على أولويات الرئاسة الجديدة من أجل إقراره. وفي مسألة المغيبين شكلت الحكومة لجنة عليا لمناقشة هذا الملف، وأنا متابع مستمر له، وحققت خطوات مهمة
لكنها نريد أن تتطور أكثر. الله أكبر. نؤهدكم مرة أخرى على أن نمضي بهذه الحقوق وأن نستمر في الدفاع عنكم وعن مستقبل أبنائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.